نرحب بك أيها المشاهد الكريم في حلقة جديدة من برنامج فصاحة. في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر دقيق جدا في البلاغة العربية، وهو الإسناد الخبري بين صيغتي الاسم والفعل. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، وهو يختلف عن المصطلح النحوي في البحث البلاغي. مثلا حين نقول محمد وافٍ بالوعد ومحمد يفي بالوعد، الخبر في الجملة الأولى اسمي وفي الجملة الثانية فعلي، وهناك بون شاسع عند البلاغيين بين التعبيرين. أما الإخوة الكرام في تخصص النحو فهو يكتفي بالإعراب دون التعمق في بيان وجه الاختلاف بين الصيغتين، صيغة الجملة الاسمية ودلالاتها ودلالات الجملة الفعلية. محمد مثلا واف بالوعد، التعبير بالاسم اللي هو واف يدل على الثبوت والدوام، يعني هذه الصفة، صفة الوفاء، متلبسة فيه، تسري في عروقه، يتنفسها دائما معه. في حين أن الجملة الأخرى محمد يفي بالوعد تدل على أنه يفي بالوعد حينا بعد حين، ويحدث منه هذا الوفاء أو هذا الفعل بمعنى عام مرة تلو مرة ويتكرر منه، وهذا نلحظه في شواهد كثيرة. أحد الشعراء كان يطلب بالثأر، له يعني يريد، كثير من القبائل تريد الثأر منه لأنه قتل فيهم وقتل، فهو يقول: أو كلما وردت عكاظة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. شاهدنا في يتوسموا، يتوسم فعل مضارع والفعل ضمير مستتر، وهذه الجملة الفعلية تدل على أن هذا الأمر منهم وهذا الفعل منهم يحدث حينا بعد حين، وهذا موافق لوقائع وأحوال هذه الحالة، أن الذي يريد أن يبحث عن شخص معين لكي يثأر منه كما في هذا الشاهد، لا يعني يبدأ يبحث مرة تلو مرة ويتفرس في وجوه الناس ويذهب من مكان إلى مكان ويستريح قليلا ثم يعود مرة أخرى ويبحث عنه، هذا دال عليه. عندنا في آية قرآنية مثلا في سورة النحل: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، فهو هو اسم مبتدأ، فهو ينفق الخبر نوعه جملة فعلية، فهو ينفق منه، الإنفاق يحدث منه دائما ويتكرر ويقع حينا بعد حين، حينا بعد حين. أيضا هناك الخبر بالاسم، مثلا في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. باسط هذا هو الشاهد، وكلبهم مبتدأ، باسط هو الخبر، نوع الخبر اسمي بالجملة الاسمية باسط ذراعيه، وهذا أيضا لو لاحظنا ودققنا الأمر أن هذا الكلب الذي كان مع هؤلاء مع هذه الفتية كان على حالة دائمة ومستمرة وشبه أبدية في أنه يبسط ذراعيه لا يتحرك طيلة تلك الأعوام التي قضاها في الكهف مع أصحابه.
فإذا الفرق دقيق جدا وينبغي أن يلاحظ، وهذا من جمال البلاغة ومن أسرار البلاغة ومن دقة البلاغة ومن دقة البيان العربي. أيضا نلحظ آيات أخرى، شواهد أخرى، وفي شاهد واضح جدا وجميل، جميل من حيث التمثيل عليه، لأنه يبرز هذا الفرق بين الجملة، الخبر بالجملة الإسمية والخبر بالجملة الفعلية. والطير صافات ويقبضن، والطير مبتدأ، صافات خبر، ويقبضن خبر أيضا، يعني معطوف على الخبر، يعتبر بالمعنى العام خبر. والطير صافات، صافات التعبير هنا بالاسم، خبر نوعه جملة اسمية. والطير صافات يعني الطير عندما يكون في السماء يبسط أجنحته، يصفها ويبسطها. ويقبض، القبض يتجدد منه حينا بعد حين لكي لا يتعب وكي لا يسقط. فالحالة الدائمة المستمرة هو بسط، والطير صافات، ويقبض هذا الفعل يقع حينا بعد حين. هذا هو الفرق بين الإسناد كونه جملة اسمية وبين كونه جملة فعلية. وينبغي على القارئ وعلى المستمع والمتلقي أن يلحظ مثل هذه التعبيرات، لأن البلاغة تعودنا على دقة الملاحظة وعلى الانتباه وعلى تذوق التعابير. إذا كنت تسمع الكلام، والكلام إذا كان جملة اسمية، جملة فعلية، نكرة، معرفة، فيه حذف وفيه ذكر، ولا تفرق بين هذا، يعني هذا مثل الذي يأكل الطعام ويأكل الخيار والطماط، وهذا لا يفرق بين طعم الطماط وطعم الخيار. أيضا الكلام يتذوق ويستشف ويحس به وكأنك ترى. هذا البحث البلاغي يجعل المتلقي يقظا وينمي فيه هذه الذائقة من حيث الإحساس بالجمال الكلمة ودقة التعبير. نتحدث أيضا عن قضية مهمة، وهي الإنشاء. عندنا الخبر والإنشاء. الإنشاء في البلاغة العربية هو في اللغة الإيجاد، إذ أنشأكم من الأرض، يعني أوجدكم من الأرض. وهناك نوعان عند أهل البلاغة، طلبي وغير طلبي. الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، مثل الأمر والنهي والاستفهام والنداء. وغير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا، مثل التعجب مثلا. علماء البلاغة أولوا عناية فائقة بالإنشاء الطلبي، ولا نقول أهملوا، ولكنهم لم يكترثوا كثيرا بالإنشاء غير الطلبي. السبب أن الإنشاء غير الطلبي دلالاته محدودة جدا، مثل الأدوات التي تستعمل مرة واحدة، تستعمل مرة واحدة وترمى. التعجب أن الإنسان يقول مثلا ما أجمل السماء، خلاص انتهى، تعبير داخلي وعبر عن جمال السماء وانتهى، هكذا قالوا. في حين أن الأمر مثلا، الأمر له دلالات كثيرة جدا، قد يكون حقيقيا وقد يكون يخرج عن مقتضى الظاهر ويراد منه شيء آخر. مثلا تقول لشخص لديه اختبار غدا مثلا، وهو يلعب مثلا، تقول له العب العب العب، فعل أمر. هل تريد فعلا أن تقول له العب، أو أنه شيء من التوبيخ، كأنك عندك شيء مهم غدا وأنت الآن مشغول بشيء لن يفيدك أو في غير وقته، ليس من عندك غدا اختبار، وهذا اللعب ليس وقت مناسب في أنك تلعب في يوم قبل الاختبار مثلا. تقول له العب، هل هذا هو أمر حقيقي؟ لا، بطبيعة الحال شيء من التوبيخ. وهذا سنستعرضه شيئا فشيئا، وباختصار شديد نتكلم عن الأمر وعن النهي وعن الاستفهام والنداء. أما الأمر له صيغ عند علماء البلاغة، وهي حقيقة يعني مباحث نحوية صرفة.
فعل الأمر مباشر مثل أكتب، والمضارع المقرون بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، اسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم، عليكم بالجد يعني إلزموا الجد. أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر مثلا قول القطري بن الفجاءة: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود من مستطاعي. فصبرا هذه يعني اصبر صبرا. هذه الفعل الأمر دخل دخولا مباشرا في علم البلاغة للخروجه عن مقتضى الظاهر، عن فعل الأمر الحقيقي. مثل الدعاء: ربي زدني علما، هذا دعاء ليس أمر بطبيعة الحال. والالتماس لما تطلب من صديقك قلما تقول أعطني قلما، هذا لا نقول أمر لأنه من مساوي لك، فهو التماس من اللباقة يعني. التخيير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد، اختر هذا أو هذا، إما أن تكون وحيدا أو تصاحب أخا وفيا. الوعيد: اعملوا ما شئتم. التمني: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، تمني. طيب نقف عند هذا الشاهد، إذا كان الأمر تكلمي المقصود منه بالمحصلة هو التمني وهو أمر، لماذا لم يتمنى يقول يا دار عبلة بالجواء ليتك تتكلمي؟ لماذا عبر بالأمر؟ لأن التعبير بالأمر وإن كان يدل على التمني بون شاسع بين أنك تتمنى وبين أن تعبر بفعل أمر يدل على التمني، لأنك لما تأمر يأمر هذا الشاعر الأرض كأنه أصبح يشعر بأنها فعلا ربما تتحدث، وهذا يدلك على صدق انفعاله إلى درجة جعلته يتكلم مع الجمادات، وهذا أبلغ وأجمل وأدق وأرق أيضا. هذا هو الحديث عن الإنشاء، وتحدثنا اليوم في هذه الحلقة عن الإنشاء الطلبي، وذكرنا لماذا تحدثوا عن الإنشاء الطلبي ولم يتحدثوا عن الإنشاء غير الطلبي، وتحدثنا عن فعل الأمر، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنستكمل الحديث عن الإنشاء الطلبي ومباحثه. وإلى أن نلتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.